السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معايا برد فلفل، نور سيكا، ندوه الفلفل شوكولاتة، ندوه الفلفل وبعدين نكلمه على حاجة أسود من الأكل. كل الأسود من الأكل مفاجأة أعملها لكم عشان بنذاكر ومش قاعد مع الكلاب ياما، بنذاكر واخد دروسي بسم الله ما شاء الله. مفاجأة شهادة تقدير ياسين خدتها بالدرس عشان بقت شاطر، وطبعا بابايا قال لي الاسود شهادة تقدير لكابتن ياسين. ياسين خدها من الدرس. خدها ازاي من الدرس؟ يعني انا مدرب كلاب وعندي كلاب وخدت شهادة تقدير ازاي؟ من حاجة من عند ربنا، اول حاجة من ذاكر، تاني حاجة ماما وبابا قالوا لي انا هعمل لك حفله، مش حفله بقى، حاجه هتجيبها لي كده هديه عشان خدت ده. هتجيب لي ميكروفون، الميكروفون اللي بيتكلم ده، وفي واحد هنا بس عايز بس يتصلح، ممكن يصلحه. بس ما قالت لي هجيب لك واحد من الحلوين دول اللي بيتغنوا كده. برضه النهارده هنتكلم على الشاي دي، لسه واخدها امبارح قلت هنعمل فيديو ونسيت اعمله، عملته النهارده. هتشوفوا فلفل هيعمل ايه معاها ومن وراه له كده. ايه فلفل هتفتحها؟ لا بقى ما ندلوش احسن، اما انا بخربشها، اما انا ندلوش ده. ايه ده لمس شجرتي ليه؟ ده مين اللي عمل لك الاسمنت ده كده؟ مين اللي عامله لك صح؟ طبعاً مع الكلاب لازم نذاكره. معلش يا جماعه، لازم نذاكره عشان ياخدوا مدرسه ويذاكروا ياخدوا شهادات يابا. انا اكبر واحد في مصر مع الكلاب وخدت شهاده طبعا دي ممكن نوقفها كده. شهاده مثلا الخط ده، ده خط اللي هيلبسها هنزعله كده يا ماما. بس في حد واحد مش هنقدر نزعله، هو مين النب؟ هو بس هو هايج، هو نقدر نزعلوه. خد قطع انا مستغنى عنه. التقدير باي باي، تعمل اشتراك، كان فيديو صغير بس معلش. باي باي، تعمل اشتراك واللايك وفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبيت نعرفكم شاطر في الدروس ونذاكر، شاطر التقدير. باي.